مساءكم بالخير. التقنية لها دور أساسي في انحسار كورونا والوضع الحالي. الآن أفضل ما توصلت إليه التقنية كاميرات بذكاء اصطناعي مربوطة بدات سنتر تبين لك كل المعلومات ودرجات الحرارة للناس اللي يجون مع بعض إن شاء الله 10 في وقت واحد. خلونا نشوفها سوا. هذه الكاميرا وهذا البلاك بوكس، والحين بنسوي تطبيق عملي. أوقف هنا، الكاميرا على طول تلقط حرارتي وتطلع في الشاشة درجة حرارتي 36.7. لو صارت مرتفعة مباشرة يعطي انذار، والبيانات اللي تكون موجودة مباشرة تتخزن في مركز بيانات متنقل متكامل. الحين بنفتحه ونشوف اللي فيه. داتا سنتر ذكية عبارة عن لوحة كهرباء وبطاريات احتياطية، وهذا نظام تبريد اللي سمعتوه يضمن درجة حرارة ثابتة في هذا الداتا سنتر، ونظام الكيابل ونظام كشف ومكافحة الحريق المبكر، كل هذه في الداتا سنتر الذكية. هذا النظام الذكي هو أحدث الأشياء المستخدمة الحين في جميع القطاعات الحكومية والشركات الخاصة في الدول وفي الصين وفي الإمارات. شركة بلينكس موجودة في السعودية عندها هذا المنتج ومتوفر، وممكن تزوده بأغلب الدوائر الحكومية والقطاعات، خصوصا اللي يستقبلون قطع السنابات، خصوصا اللي يواجهون الناس. مهم استخدام أفضل وأحدث الوسائل التقنية لحصر هذا المرض والكشف عنه ومعالجته بشكل مباشر، لأن هذا المستخدم في جميع دول العالم. وهذا الإيميل الشركات الخاصة، دوائر حكومية، أي أحد يقابل مراجعين والناس يمرون من عنده، هذا هو الحل الآن. والله يوفقكم، وإن شاء الله تعدي هذه الأزمة على خير وترجع الحياة لطبيعتها.